عقبال عوضك ان شاء الله. عقبال عندكم جميعا. عقبال عندكم كلكم. يلا يا بنتي احنا هنسيب الناس قاعدين وانتي قاعدة لوحدك. اسمعي ابتسمي. في واحدة يوم خطوبتها يبقى التكشير على وشها كده شبريكي. ما انا مبتسمة اهو يا امي. يمكن كنت مستنية المنايل على عينه العمر كله. ما خلاص ياما وافقتلكوا على العريس المداح والبتاح كله لازم تقعدي تبكتيني بقى. طب اتفضلي. عاوزين نقول مبروك بقى. اقرا الاول يا عبد الجواد. تقرا ايه؟ امضي وبعدين تبقى تقرا. ده مشروع العمر. لا اصول برضه الواحد يقرا احسن الاول. انا اقرا الاول. البائع. البائع. ايه ده عبد الجواد؟ 300,000 جنيه عند التوقيع؟ مش كتير؟ كتير ازاي؟ ربع المبلغ عند التوقيع؟ انا العمليه دي مش مطمن لها. شكلها كده نصبه. وصاحب البيت شكله نصاب. وانت كمان نصاب. قول انت هو من هنا. يلا يا حبيبي. يلا يا اخويا بلاش مفيش شاي كمان. قوم انت هو من هنا. قوم يا حرامين. يلا يا حبيبي انت بتنح ليه؟ يلا يا اخويا يلا ما تنحش معايا. انت رايح فين؟ ما تنحش. يلا اتفضلوا مع السلامة. يلا مستني ايه؟ الأستاذ فريد الغطريفي. أنا فريد الغطريفي. حضرتك الأستاذ فريد الغطريفي؟ أيوه أنا الأستاذ فريد الغطريفي. طب اتفضل معانا حضرتك. اتفضل معاكوا فين خير؟ معايا أمر بالقبض عليه. بالقبض عليا أنا؟ ليه؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. متهم إيه أنت راخ؟ استنى لما أشوف الحكاية. في إيه يا حضرتك؟ هتعرف كل حاجة في النيابة. نيابة؟ نيابة إيه؟ لو سمحت اتفضل معانا. نيابة إيه يا عبد الجواد؟ أنت ما بتشربش حاجة ساعة ليه طيب؟ نيابة بطاقة يعني. وبالاطلاع على البطاقة اتضح انه المطلوب فعلا هو اسمه فريد ابراهيم الغطريفي المواليد الاسكندرية قسم محرم بيه. وعلى هذا الاساس قررنا حبسه 4 ايام لحين. حبس 4 ايام؟ حبس 4 ايام ده ايه؟ يعني كده هو اللي احم ولا دستور؟ مش عارف ايه الحكاية الاول. جرايه فريد 9 سنين نسيكوا اللي عملته ولا فكرنا احنا نسينا؟ الله. تنسوا ايه وانسى ايه يعني؟ انا مش فاهم حاجه. في حكم غيابي صادر ضدك بالاعدام. اعدام؟ اعدام. اعدام. اعدام اللي هو يعني تحب افكرك الحكم ده كان ليه ولا افتكرت؟ الرقاصه اللي قتلتها؟ نوال. نوال. انا قتلت نوال. نوال مين؟ نوال مين؟ واعدام ايه بيه؟ أنا محمد عز المحامي حاضر على المتهم. يا عم في عرض جاي النبي تتنيل وتسكت، بقول لك إعدام ورقاصة، تقول لي متهم؟ بتعمل إيه؟ أفندم خد شاويش على الحبس. يا ابني خدنا على فين؟ حبس إيه؟ اتفضل يا بجد. أوعى إيه؟ ما تقول له حاجة يا بيه أحسن يصدق إن هو. اتفضل ما تقول حاجة. محمد عز المحامي حاضر على المتهم. اسكت ده على أخوك. شرب حبيبي يا عبد الجواد. امشي يا شيخ. احنا ما عليناش حاجه بالمره. احنا بعيد عن كل شبهه. لازم اعصابكم تبقى زي الحديد والا هنروح في داهيه كلنا. احنا ما عملناش حاجه واحنا مالنا؟ انتوا بتخرفوا شعبان ازاي لاقي نفسه هيروح فيها؟ هتبلغ علينا. شعبان ايه يا معوري؟ شعبان انتهى من الوجود خالص. واللي اتقبض عليه فريد كل الاوراق بتثبت كده. اه مظبوط. الثبات مطلوب. انا شخصيا هروح للحبس
عشان خطر أعصابه. فريد قريبنا، لازم نقف جنبه في الورطة اللي هو فيها. فيها الرقاصة. بقى تبقوا عارفين انا قاتل رقاصه وتغرزوني فيها؟ ما يهمكش، جمد قلبي. اجمد قلبي لحد امتى؟ لحد ما الاقي عشناوي يطير رقبتي؟ ولا هيطيرها ولا حاجه، المحامي عامل معارضه وهيعينوا محاكمتك تاني. محاكمتي تهمه ايه؟ تهمه قتل الرقاصه؟ طبعا. طبعا ده ايه؟ هو انا قتلتها؟ هو انا حاطها خالص؟ يا فريد هتتعدل. هتتعدل؟ هتتعدل لغايه امتى؟ تكونش الجدع اللي جالي ده هو فريد؟ قال ايه جدع؟ واحد جالي كده بناء قال انه فريد، انا افتكرته نصاب. يبقى فريد عايش، هو فريد، يبقى عايش ما ماتش. يا فريد ما تخليش الصدمة تهزك. أقول لك فريد عايش، تقول لي يا فريد، أنت بتكلم عبيط ولا عبيط؟ أنا يا عم هعترف، يا روح ما بعدك روح، أنت أخينا اللي بره. عايش إيه؟ أنا عايز أعترف لوكيل النيابة دلوقتي أهو. يا فريد يا فريد. أنا فريد بلا زفت، أنا عايز أقابل وكيل النيابة دلوقتي أهو حالا. هجيب لك وكيل النيابة منين دلوقتي؟ الصبح إن شاء الله، اتفضل معايا على الحبس. يا سعادة البيت، أنا عمري ما كنت فريد، أنا شعبان، واد غلبان، تافه من عامة الشعب، ما أعرفش حاجة، أقتل إزاي؟ ده أنا ما أعرفش أتفرج على فرخة مدبوحة. بابا قالوا لي اعمل فريد عشان خاطر حكاية الورث والفلوس، إنما أنا شعبان، وجالي واحد بدقني كده هو فريد الغطريفي، أنا عمري ما كنت فريد، أنا شعبان، ما تقول له عبد جواد. لا حول الله يا رب، أقول لك قول له إن أنا شعبان تقول لي لا حول الله يا رب، قولوا لي يا ست نرمان، قولوا لي أنا بقى مين؟ إهدى يا فريد مش كده، إهدى. فريد مين؟ تقول لك مدوري، قول له يا مدوري ابقى مين؟ قول له. ساكت ليه؟ ايوه انت اللي تعرف كل حاجه، قول لهم بقى انا ابقى مين؟ انت كريم يا رب. يا انت كريم يا رب، هو اللي طالع عليك كمان ده يا سعاده البيت. اسمع يا فريد، احنا واخدين على الورطه دي كويس. انت عايز تفلت من عداله؟ خدها شويش على الحبس. حبس ايه؟ حد تجديد المحاكمه وتأييد الحكم. لا حول الله. اتفضل. اتفضل روح يا اخوانا. انا شعبان. اتفضل. انا شعبان يا اخوانا، حرام عليك. يا شويش، انا عايز اروح دوره الميه. وده وقته؟ امال وقته امتى يعني؟ حبك دلوقتي عايز اروح. اتفضل يا سيدي. لو سمحت يا شويش. اتفضل.